لله هذا اللقاء كان اليوم هو باش نخبروا مجموعة ديال الإخوان الصحفيين بالنتائج اللي وصلنا لها لحد الآن فيما يخص التأمين التكافلي، وكانت يعني فرصة للتذكير بالمسار يعني المهم اللي داز كوساسوا في المجال القانوني أو المجال التنظيمي والتطورات اللي عرفاته هذا المجال من البداية دياله إلى يومنا هذا، واللي تكلل ولله الحمد بخروج حيز تنفيذ التأمين التكافلي، واللي كما لاحظتي وراح مجموعة ديال البنوك التشاركية خذات مؤخرا يعني الاعتمادات باش تعرض المنتوجات ديالها، والحمد لله الناس راه بداو كيكتتبوا العقود ديال التأمين ديالهم من أجل تأمينات الأخطار. إذا إلا هضرنا يعني على هذا الباركور الحافل اللي كان عند المجلس العلمي الأعلى وباقي الشركاء الدور الكبير في الإنجاح ديالو، لأن كما كتعرفوا بأن مجال التأمين التكافلي هو أو مجال التأمين بصفة عامة هو مجال معقد يعتمد على تقنيات كثيرة، وكانت ولله الحمد تجاوب كبير مع المجلس العلمي الأعلى وباقي الشركاء اللي كانوا معنا في باش نوصلوا لهم الأفكار ديالنا، وباش نجعلهم التأمين التكافلي هو تأمين يكون قريب للمواطنين ويكون كيحل لهم بعض الإشكاليات، وخاصة الناس اللي كانوا عندهم تمويلات تشاركية واللي كانوا لحد الآن يعني بدون تغطية، وهذا أمر مهم جدا. الناس بعدا نديروا لهم التغطية الملائمة لهذه الأخطار اللي كانوا كيتعرضوا لها، ومن بعد إن شاء الله ندوزوا لمرحلة أخرى نتاع تطوير منتجات أخرى، ولما لا منتجات تكون كتواكب وتنافس المنتوجات الأخرى اللي موجودة في السوق المغربي. إذا بهذه المناسبة كان تذكير بالمجموعة ديال المبادئ الأساسية اللي كتأثر التأمين التكافلي بالمغرب، مستجدات اللي جات بها النصوص التنظيمية والتطبيقية، وخاصة ما يتعلق سواء بالمجالات يعني تنقولوا وظيفة التقييد بالآراء بالمطابقة داخل مقاولة التأمين باش الناس يكونوا مطمئنين بأن العملية تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة على المجلس الأعلى. المسائل الاستثمارية أو ما يتعلق بها فهو كيكون هو كذلك مواكب للشروط والمبادئ الأساسية للدين الإسلامي ديالنا الحنيف، وهذا الشيء كان الحمد لله بتعاون مع المجلس العلمي الأعلى. وكذلك لا يفوتني نشكر مجموعة من المفاعلين الآخرين كشركات التأمين والفيدرالية اللي كانوا معنا يدا في يد باش نوصلوا هذا المنتوج في أحسن حال لباقي المواطنين. كنشكر كذلك وزارة المالية اللي كانت واقفة في جنبنا في جميع المراحل، سواء في المجال التشريعي والتنظيمي أو في المجال حتى الضريبي، وكذلك المجال يعني المحاسباتي. اليوم الحمد لله الإيكو سيستيم سيوندي أو المنظومة التشاركية فهي اكتملت، تنوجد الآن منتوجات يعني مواكبة أو موافقة للآراء بالمطابقة. عندنا أبناك كتشتغل من أكثر من 3 سنوات، عندنا عرض تأميني واجد تكافلي. إذن ولله الحمد نتمنى بأن يعني الشركات في المستقبل وكذلك وسطاء التأمين يكونوا يعطيوا يعني واحد نظرة شاملة ويوضحوا المواطنين بطريقة صحيحة ماهية هذا التأمين التكافلي، ويوصل المنتوج إن شاء الله في أحسن الظروف لباقي المواطنين. يشكل الانطلاق الفعلي للتأمين التكافلي حلقة هامة في تطوير المالية التشاركية، ويأتي هذا الانطلاق بعد المصادقة على مجموعة من العقود ديال التأمين التكافلي. نتحدث هنا عن 51 عقد تأمين تكافلي يتعلق بمجموعة من الضمانات مختلفة، منها التأمين عند الوفاة الموجه لزبناء الأبناك التشاركية، والتأمين متعدد المخاطر بالبنايات موضوع التمويل التشاركي. لكن لا تنحصر هذه العقود فقط في تلبية حاجيات البنوك التشاركية والزبنائية، بل تتعدهم لتلبي احتياجات المواطنين الذين يرغبون في اكتتاب عقود تأمين تكافلي بديلة للتأمينات التقليدية. فهناك مثلا عقود التأمين عند الوفاة متعددة الأسباب، هناك عقد الوفاة، وهناك كذلك بعض العقود المتعلقة بالاستثمار التكافلي التي ترمي إلى تمكين المواطن المغربي من تكوين ادخار
ادخار مدى على المدى المتوسط او المدى البعيد، وكذلك من تكوين تقاعد اساسي او تقاعد تكميلي، هذا فضلا عن كون العقد متعلق بتغطية البنايات، فهو يشمل جميع البنايات المعده للسكن، المعده لمختلف المهن بما فيها التجاريه والصناعيه وغيرها، واي مواطن يمكنه اكتتاب هذه العقود التي توافق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.